السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانين. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش تبدلوا الفلتر ديال الكليما. كما كتعرفوا هذا الوباء اللي كيدور، من الاحسن الانسان يبدل الفلتر. ما تعرف شنو يكون جامع تما شي حاجه. المهم غنمشيو هنا للطرف كما كتشوفوا، غادي نحيدوا هاد الجوان هنايا، غادي نحلوا هاد الشفيسات. كتخرج عندك هنايا كما كتشوفوا، راه عنده واحد النويب هنايا كتقعدو بحال هكا صافي. كتجيب الفلتر عندك وكنقيو البلاصة ديالو مزيان، البلاصة عندي راه نقية. هادو كيدخلو في ديك السكة كتلصق من هنايا، راه ساهلة الخدمة ديالو. كما كتشوفو الفلتر عندنا راه ولا كحل بلاصتو مزيان. وهنا هي اللي بغى يدير اللمسات الاخيره ويدير واحد البارفان باش يمشي يدير داكشي زوين ملي تخدم، تحيد ديك الغبره وداكشي. هنا الاخوان نخدموا لاكليم ونخليو داك الريح ونحلو الزجاج، نخلي كاع الباب، خلي كاع داكشي يخرج، هذاك اللي كان مجموع هنا. هنا الاخوان بقات واحد الريحه زوينه، داك البارفان اللي درنا